شباب ممكن نهاجم، الماتش بيخلص، الماتش بيخلص، هاجم. ضغط يا حمودة، ضغط حبيبي. متكررنيش في الكورة، متكررنيش في الكورة يا حمودة يا عرستا. مش مستحمل، مش قادر. كابتن مجدي تبديل لو سمحت. إيه، تحب ادخل رقم كام واطلع رقم كام؟ اطلع حمودة رقم 6 القمر اللي هينقطني ده، ونزل رقم 21. ما غريبة كابتن، ما عندنا حمودة موهوب. حرام عليك يا حمودة، كرهتني في الشغلانة. اخد الرقم خلاص. ايه ده، وش الشباب انت لابسه ده؟ شايف حمودة بيعمل ايه؟ اعمل عكسه. وقفل المساحات اللي هناك دي. ها؟ ايه ده؟ يا حكم، تبديلك يا كوتش، ان شاء الله ترجع في الماتش. في البيت بقول لك 6 مش 9، طلعتني المهاجم اللي حيلتي وسايب لي حمودة. انا بس سامحنا بتلخبط في الارقام، وبعدين هي 6 شبه 9 شويه. انا بكسر بطوله، انا ذنبي ايه يا كوتش؟ اصطر عليا يا كوتش، اصطر عليا احسن اترفد. انا اساسا بتاع صلاه والله. ايه ومرتي يعني ولا ايه؟ لا حكم صلاه، مش عايز ارجع الباسكت تاني عشان العنكب مضربهم. دي 89. ما تقلقش ما تقلقش، هديك وقت ما تقطع عشان تقال. حلو حلو قوي. ايه ده يا غبي؟ العشرة صفر على اليمين مش على الشمال. ضيعت البطولة، ضيعت البطولة. كابتن انت كويس؟ هطلب لك الاسعاف حالا. هو الجهاز الطبي في ايه؟ مع المدرب التاني، بس انا كنت طلعت لهم ديفندر ونزلت له المعلم. اتصل بالاسعاف بسرعة. الو، اسعاف فين؟ لسه ما وصلوش. كلمتهم على وصوله. مساء الخير يا جماعه، مين اللي طلب المطاف؟ Good morning ladies and gentlemen, it's wonderful to see you. Welcome to a new episode for Aldahi. شفت يا عزيزي الانجليزي في الالت؟ شفت منه. في مساء يوم 6 فبراير 1958، وتحديدا في مطار ميونخ، طيارة انجليزية راجعة من يوغوسلافيا وقفت في المطار تحط بنزين عشان تكمل رحلتها لبريطانيا. وسط تحذيرات ان يا جماعة الجو هيبقى وحش خدوا بالكم، الطيار حاول مرتين يطلع بالطيارة، وفي المرتين الاقلاع فشل، والرحلة كانت على وشك انها تتلغي، لحد ما الطيار بيحاول لتالت مرة وبيكمل على الممر. الطيار بيطلع على الطريق والطيارة ماشية بسرعتها عشان يكمل ويعمل الإقلاع. الممر بيخلص والطيارة ما أقلعتش. طيارة عزيزي بتخرج بره حدود المطار وبتخبط في سور المطار وبتصطدم في أحد البيوت المجاورة، عشان يصحى العالم على خبر أقل ما يقال إنه فاجعة، تحطم الطائرة الناقلة لفريق مانشستر يونايتد على أرض ميونخ. الطيارة بتختغت. كم واحد مات يا عزيزي؟ 23 شخص، منهم لاعبي الفريق ومديرين في النادي وصحفيين تابعين للنادي. الحادثة أصفر عنها وفاة 8 لاعبين من قائمة مانشستر يونايتد. تخيل عزيزي، تلت الفريق مات في الحادثة دي، والمدير الفني مات باسبي كان في حالة صحية شديدة الخطورة. الراجل ده يا عزيزي راح المستشفى ما يعرفش إيه اللي حصل، وفضل العالم مخبي عنه إنه لعيبته ماتت. ألكسندر ماتيو باسبي هو أول مدير فني اتعين لإدارة مانشستر يونايتد بعد الحرب العالمية الثانية. وقتها عزيزي طبعًا زي ما أنت متخيل كل الأندية كانت خارجة من الحرب خسرانة، النشاط الرياضي واقف، مفيش أي موارد، كله مهتم بالحرب، حتى استاد يونايتد الأولد ترافورد تعرض للقصف وقت الحرب. آخر بيتك يا هتلر. ولكن إدارة مانشستر يونايتد تلاقي ضلتها في المدير الفني الجديد. صحيح إن باسبي كان لاعب سابق لليفربول والسيتي، أكتر فريقين أعداء لليونايتد، ولكنه كان شخص معروف عنه الانضباط والإدارة، فمش مشكلة لو اشتغل مع ناس تانية، ده مكسب لينا إنه يجي لنا. كمان يا عزيزي كان شغال مدرب في أحد كتائب الجيش وقت الحرب، وبالفعل من أول يوم مع مانشستر يونايتد باسبي كان فارض على الإدارة شروطه. بصوا يا رجالة، ما حدش هنا يتدخل في شغلي، أنا عارف أنا بعمل إيه، لا تقول لي لاعب مين ولا نزل مين، أنا عندي كاريزما، أنا جاي لكم الحرب وتعبان. تعبان يا كابتن. باسبي اختار فريقه المساعد، وكان وسط المساعدين بتوعه رجل استثنائي جدا، اللاعب الويلزي السابق والكاره للاضواء الكابتن جيمي ميرفي. وبالفعل ميرفي ساعد باسبي ان هم يعملوا فريق كويس، وبشويه تدريب وانضباط كسبوا اول بطوله كاس ليهم سنه 1948، وبعده كسبوا الدوري. ولكن باسبي وميرفي ما فرحوش بالانجاز ده، لانهم كانوا عارفين ان ده انجاز خادع، اعمار اللعيبه بتاعتهم كبيره، دي عواجيز، ده هنقلهم على دار المسنين، الفريق ده مستحيل يكمل بالكواليتي دي، لازم نجيب شباب. وبالفعل بدات عمليه اكتشاف المواهب وتصعيد الناشئين، عشان بعد سنين من الشغل يحصد باسبي نتيجه هذا العمل ويكسب الدوري تاني بالشباب سنتين ورا بعض 1956 و1957، ويسيطر على الكره المحليه بسياسه الاعتماد على الناشئين. ومن هنا
جمهور يسمي شباب مانشستر يونايتد المميز ده ذا باسبي بيبيز او ابناء مات باسبي. في الوقت ده باسبي كان بيعيش اجمل لحظات حياته لحد ما في موسم 56-57 لما ظهرت مسابقة قارية جديدة. ايه ده يا ابو حميد؟ مش كاس مصر اقدم من كده بكتير؟ ولا انت يا ابو حميد بتتكلم على كاس الامم الافريقية؟ حتى في حالات الكرة يا عزيزي انت، حتى في حالات الكرة اهوج بطولة يا عزيزي المعروفة، دوري ابطال اوروبا. اول نسخة يا عزيزي من هذه البطولة بتكسبها ريال مدريد، وهنا عزيزي باسبي وابنائه بيحلموا بالنسخة اللي بعدها عشان في موسم 58 يقدموا اداء مبشر جدا، وبعد انتصارهم على فريق النجم الاحمر يحتفل باسبي وابنائه على ارض يوغوسلافيا ويبداوا يتخيلوا سيناريو لنهائي اوروبا مع ريال مدريد. ولكن يا عزيزي زي ما انت عارف اثناء رجوعهم لانجلترا تحصل هذه الحادثة المأساوية ميونخ 58، والفريق فجأة يخسر تلت قوته من الشباب اللي الراجل ده كان مربيهم بلا رجعة. 8 لعيبة من أبناء مات باسبي وصفتهم الصحافة في الوقت ده بأنهم أحلام صعدت إلى السماء وظلت هناك، فقط كانوا بحاجة إلى ممر إقلاع أطول. واحد من اللعيبة الناجيين في هذه الحادثة بوبي تشارلتون، ولاحقا بقى أسطورة من أساطير مانشستر يونايتد، حكى في لقاء لي مع قناة MUTV تفاصيل الحادثة دي، وقال أنا ما فهمش أي حاجة وقتها، كل اللي حسيت بيه إن الكرسي بتاعي بيخرج من مكانه، غبت عن الوعي ربع ساعة كاملة عشان أصحى ألاقي الطيارة من حواليا كلها بتتحرق، كله بيحاول يجري ويخرج. أنا عشت أصعب لحظات حياتي وأنا في المستشفى عندي ارتجاج في المخ وجنبي شخص معاه جريدة عمال أسأله عن أسامي أصحابي وهو بيرد عليا براسه بس إذا كانوا عايشين ولا ميتين. طبعا بعد الحادثة دي المعنويات كانت صفر، مات باسبي بين الحياة والموت. اللعيبة اللي نجيت زي بوبي تشارلتون لسه تحت العلاج النفسي والجسدي، ويعالم هيقدروا يرجعوا يلعبوا تاني ولا لا. أنا عايز أقولك عزيزي إن كان هناك اتجاه لغلق النادي بالكامل، مش في مانشستر يونايتد نقفله، لأن ببساطة الموارد اتدمرت. تخيل أنت عزيز طيارة باريس سان جيرمان، لا في بقى ميسي ولا مفيش كورة. فده اللي حصل، فريقك الاسيتس بتاعتك الأصول بتاعتك يمكن أثمن حاجة جنب الملعب طبعا عندك كفريق تلتها راح، ده غير طبعا انت معاك مدرب اسطوري رائد في المستشفى بين الحياه والموت. ولكن يا عزيزي الوحيد اللي وقف امام هذا القرار كان جيمي ميرفي مساعد مات باسبي، واللي كان وقتها اعتذر عن رحله يوغوسلافيا وما طلعهاش مع الفريق. ميرفي اتعين مدير فني بشكل مؤقت وبدا يحاول يرجع الروح للفريق، وفضل شهور بيحاول يحافظ على ما تبقى من شغل مات باسبي لحد ما واحده واحده مات باسبي ابتدى يخف ويرجع بنيه بناء جيل جديد مره ثانيه من الباسبي بيبيز ابناء مات باسبي. وفي قصه يا عزيزي ملحميه مات باسبي يجمع فريق من اول وجديد من غير اي اعذار للفشل، مفيش ثانيه واحده هتضيع. ابتدى يشتري عناصر جديده ويصعد ناشئين جداد ويكون فريق من اول وجديد. طبعا يا عزيزي الموضوع ما كانش سهل خالص، اللعيبه الجداد خايفين واللعيبه القدام لسه متاثرين بالحادثه، دول كانوا زملائهم دايما بيشوفوا طفهم في كل مكان في الملعب. ولكن يا عزيزي وده المثير بالنسبه لي ان باسبي بقوة شخصيته نجح انه يعدي بكل هؤلاء الناس بالمعنويات دي انهم يعدوا هذه الأزمة، وحقق وعده للنادي اللي قاله يوم ما رجع من الحادثة، بعد 5 سنين هوريكم فريق مانشستر يونايتد جديد. وبالفعل سنة 1963 ينجح الجيل الجديد من الباسبي بيبيز في انهم يحققوا اول لقب للنادي بعد الحادثة، كاس الاتحاد الانجليزي وبعدها بطولتين دوري. تخيل عزيزي فريق تلته راح في حادثة وناشئين جايين على اثر ناس ماتت في حادثة، الناس دي تشتغل مع بعض ويعملوا فريق يكسب بطولات، دي من معجزات كرة القدم. هنا طبعا يا عزيزي باسبي ما يهداش، ما يقولش خلاص كده حلو قوي، لا، يستعيد الحلم اللي طار لسماء ميونخ. فاكره الحلم اللي كان مات مع الباسبي بيبيز الاولانيين وهو الفوز ببطوله اوروبا. وبعد عزيزي 10 سنين من الحادثه في سنه 1968 وعلى ارض استاد ويمبلي في لندن ينتصر مانشستر يونايتد على بنفيكا البرتغالي في نهائي كاس اوروبا 4-1 في انجاز هو الاعظم في تاريخ الكره الانجليزيه وقتها. باسبي يكرم من الدوله ويحصل على لقب سير، ويتعمل تمثال شهير في الاولد ترافورد لثلاثي الجيل الثاني من ابناء مات باسبي بوبي تشارلتون وجورج بيست ودينيس لو. وفي عز لحظات المجد والنجاح يهدي باسبي الانتصار ده لابنائه اللي ماتوا، وبعد سنه يا عزيزي من هذه البطوله يعتزل التدريب تماما ويتجه للاداره. تمر 18 سنه كامله وانجاز مات باسبي ما يتكررش تاني، مفيش حاجه زيه حصلت في تاريخ يونايتد. هنا طبعا المشجعين يبداوا يثوروا على الاداره، والكل جوه النادي او براه بيسال سؤال غاضب، احنا ليه ما بنعملش جيل جديد من الباسبي بيبيز؟ ليه ما بنكسبش بطولات زي زمان؟ فين ابناء باسبي الجداد او ابناء واتيفر مدرب كان موجود وقتها؟ فين الجيل الثالث من ابناء مات باسبي؟
يوم 6 نوفمبر سنة 1986 الحمس في أروقة مانشستر يونايتد كان عالي، الإشاعات كتير والكل قلقان اللي بيحصل. السير بوبي تشارلتون اللي كبر واعتزل وانضم أيضا للإدارة قاعد في مكتبه بيتفاوض مع المدير الفني الجديد. مين يا أبو حميد؟ كابتن علاء عبد العال؟ لا. Is this football? Goal not goal. If you want my club down, okay, my club is down. لا عزيز، ليس على عبد العال، ولكنه رجل اسكتلندي شكله هادي وعاقل، عنده 45 سنة وعمره ما اشتغل في انجلترا، وشكله كده يا عزيزي هيودي النادي في داهية. ولكن على الجانب الآخر جوه المكتب، بوبي تشارلتون كان عارف انه بيتفاوض مع شخص استثنائي جدا. صحيح انه لم يكن مميز قوي كلاعب، هذا الشخص الاستثنائي يا عزيزي اللي كما قد تكون توقعت هو ألكسندر تشابمان فيرجسون، المعروف بأليكس فيرجسون. بوبي تشارلتون زي ما قلت لك يا عزيزي كان عارف ان ألكسندر لم يكن لاعب مميز. اروش انجاز عمله انه جاب هاتريك في رينجرز الاسكتلندي، ده يعني ده اللي بيحطها على السي في. كمان مسيرته التدريبيه بعد ما اعتزل لم تكن مميزه خالص في بدايتها، مسيرته بدات براتب قليل وفريق مغمور في اسكتلندا، الا انه مع الوقت بدا يظهر ويعمل معاهم نتائج معقوله، وتعرف عنه انه كوتش صارم وانه دايما بيفرض اسلوبه، وتعرف كمان عنه انه دايما بيهتم بالشباب، وده اللي خلاه يرتقي ويروح نادي متوسط في اسكتلندا وهو نادي أبردين. وهنا يا عزيزي الوسط الرياضي بالكامل يبدا يلاحظ تميز هذا الرجل اللي خد شغله مع أبردين لاقصى مستويات الاحتراف والتركيز، وقدر ينافس عمالقه اسكتلندا زي سيلتك ورينجرز وينهي احتكارهم للبطولات المحليه. هنا عزيزي عنده مشكله شخصيه معاه، لحد ما حقق مع أبردين دوري وكاس في اسكتلندا، صرامته وانضباطه زادوا اكتر. قال لك ما الموضوع شغال اهو، كان صارم يا عزيزي لدرجه اللعيبه كانوا مسمينه فيوريوس فيرجي. الراجل ده حقق معاهم 10 ألقاب في 8 سنين ووصل بيهم سيمي فاينل في الدوري الاوروبي، كسب يا عزيزي بايرن ميونخ شخصيا بعد ما كانوا متقدمين عليه في النتيجه، ولكنه للاسف خسر النهائي قدام ريال مدريد. انا عايزك يا عزيزي تعيد التفكير في اللي انا قلته ده، مدرب ياخد فريق اسكتلندي مغمور اسمه أبردين، عمرك يا عزيزي سمعت عن أبردين ده قبل كده؟ ياخد هذا الفريق ويوصله الى نهائي الدوري الاوروبي ويلعب امام ريال مدريد. تشارلتون الراجل بتاع مانشستر يونايتد كان عارف هذه المسيره كامله، مذاكرها كويس قوي، وقال فيرجسون ان احنا كاداره مانشستر يونايتد شايفين فيك الرجل المناسب للفريق. بس قبل ما توافق انا عايز اكون صريح معاك شويه. لو هتوافق يا عم اليكس عشان تاريخ الفريق، فخليني اقول لك ان التاريخ اتبهدل من بعد ما باسبي، ولو كنت جاي يا عم اليكس على اسم الدوري الانجليزي، فخليني اقول لك ان احنا في المركز 19 وحالنا يصعب على الكافر، واظن والله اعلم ان احنا ممكن نهبط تاني. مش هقول لك برده وافق عشان احنا اكبر نادي جالك، لاننا عارفين كويس قوي ان جالك عروض من انديه منافسه لينا في الدوري. اما بقى لو جاي عشان الجمهور، فخليني اقول لك ان المشجعين مش طايقين اهالينا بقالهم 20 سنه، لان احنا ما خدناش اي دوري وكل الاسباب السابقه اللي انا قلتها لك. كم بقى حلاوه لو عينك على الفلوس، فمرتبك في يونايتد هيكون اقل من مرتبك في أبردين الفتحة مش حافظة. فما رأيك بقى مستر أليكس في هذا العرض الذي لا يمكن أن ترفضه؟ وأنا إيه اللي جابني لنادي المنال بستين نيلة؟ أنا عايز الأزرق التاني اللي بيدفع ده. طب هبقى أظبط وأكلمك. بالفعل عزيزي زي ما أنت متوقع أليكس فيرجسون كان هيرفض هذا العرض، لحد ما بوبي تشارلتون قال له إنه ما تكلمش مع أي مدرب غيره، وإنه واثق إن رجوع أمجاد مانشستر يونايتد هيكون على إيده. وبالفعل يتعين أليكس فيرجسون ويخرج بأول تصريحاته كمدير فني لمانشستر يونايتد انه محتاج يكسب بطولة الدوري ويحقق ألقاب أكتر من ليفربول. طبعا يا عزيزي التصريح ده الناس بهدلته تريقة. ليه يا عم انت فيه؟ ليفربول وقتها كان كسبان الدوري للمرة الستاشر قصاد 7 مرات مانشستر، فانت يا عم الاسكتلندي جاي تحلو علينا وتقول لنا مانشستر هيكسب ليفربول هيتخطاه في البطولات؟ طب الفل يا عم. أليكس فيرجسون يا عزيزي قرر ان هو هيسد ودانه كده اهو ويركز مع فريقه. الاول يا عزيزي طبعا كان متضايق من نمط حياة اللعيبة، عمالين يسهروا ويشربوا ويحتفلوا على ايه؟ على ايه؟ على خيبتكم. ده غير طبعا مستوى اللياقه البدنيه في قائمه الفريق الاول الذي يكاد يكون يوازي لياقتي انا البدنيه. يا عزيزي ده مش سالب، ده انا باكل بتعب. انا عزيزي في الملعب بيسموني سالب الدوسري، انا تحت الصفر لم اتي ولم اكون. ده غير طبعا الاصابات اللي ضربت الفريق. هنا يا عزيزي اليكس ادرك ان مش هم دول اللعيبه اللي هنفذوا افكاري، سواء كانوا اللعيبه الكبار او حتى الناشئين اللي في اكاديميه النادي، لازم اجيب ناس تخدم فلسفتي. في الفيلم الوثائقي كلاس اوف 92 او جيل 92 بيحكي إيريك هاريس المدير الفني لفريق الشباب لمانشستر يونايتد في الوقت ده عن لقائه الاول مع أليكس فيرجسون. لما قعد معاه وساله عن اخبار الشباب ومين منهم يقدر يستعين بيه، إيريك هاريس قال له بصراحه كده مستر فيرجسون الوضع في الاكاديميه عندنا
ما يسرش. محدش في اداره النادي مهتم بالشباب. عايزني اطلع لك لعيبه من الاكاديميه؟ زود لي عدد كشافين اللعيبه اللي بيروحوا كل حته في العالم ويدوروا على المواهب الصغيره. وهنا عزيزي يقرر فيرجسون انه يضغط على الاداره عشان يزود كشافين النادي لثلاث اضعاف العدد اللي كان موجود. في كتاب الاداره ليدنج لالكس فيرجسون بيقول انه اتعلم سياسه الاعتماد على الشباب من ايام شغله في ابردين، وقرر انه ما يسيبش اي حاجه للظروف. خلى كمان كشافين اللعيبه موظفين ما لهمش مرتبات ثابته، لا عاملهم زي موظفين السيلز ليهم مرتب ثابت صغير بس هناك مكافئات. كل كشاف هيجيب موهبه شابه تعجبه هياخد عليها فلوس مكافاه. فيرجسون قال ده هيشجع الكشافين ان هم يجيبوا مواهب افضل، لان عارف ان هو لما يجيب حاجه حلوه هيكافئ عليها. ثانك يو كابيتاليزم. وبالفعل هذا النظام ينجح انه ياسس فريق محترم من الشباب. بس خليني اقول لك يا عزيزني، على مستوى الفريق الاول النتائج لم تتحسن، وفيرجسون دلوقتي وظيفته بقت على المحك، والثقه اللي كانت فيه هو بس بدات تتحول الى شك في كل حاجه هو بيعملها، والشك تحول لغضب شديد من الجمهور في موسم 89-90 لما مانشستر يونايتد بجلاله قدرها تخسر 6 ماتشات ورا بعض وتتعادل ماتشين، ده غير هزيمه من الغريم المحلي مانشستر سيتي 5-1 قبل هالاند. الاعلام والجمهور واي حد كان معدي كان بينادي بقاله فيرجسون، ده مدرب ما عندوش فيه، ما عندوش خط، ما عندوش خط، يا شمال عامل ايه، يا شمال الفرق، يا شمال الدنيا، ما عندوش خط، يا شمال مانشستر سيتي، يا شمال الدنيا، أليكس فيرجسون كان عنده ماتش قدام نوتنغهام فورست، مباراة مهمة قدام فريق في الوقت ده كان تقيل جدا، بيقود هذا الفريق واحد من أساطير التدريب وهو برايان هاورد كلوف، تحيات المستر أشكناني وعادل سعد. كل عزيز التوقعات كانت بتقول إن أليكس لو خسر هيمشي. فيرجسون عزيزي بيسد ودانه ويركز في الماتش، حافز لعبته وبيدرس خصمه كويس، وبالفعل بيقدر يكسب نوتنغهام فورست وبيدي قبلة الحياة لمسيرته. مش بس كده يا عزيزي، أليكس فيرجسون سوف يعود ويكسب الكاس والدوري الأوروبي سنة 1991. لا المدرب الفاشل تقول لي بقى كده يا أبو حميد، الجمهور بقى انبسط وسقف له أليكس فيرجسون اسم الله عليه اسم الله عليه. عزيزي أهوج، خليني أقول لك يا عزيزي إن الجمهور كان لسه غضبان من أليكس فيرجسون. إحنا مانشستر يونايتد ازاي ما نكسبش دوري بقالنا 22 سنه؟ ولكن يا عزيزي فيرجسون كان منتظر، انتظروني بس لحد 1992، كان عنده حاله شديده من التفاؤل. خليني اقول لك يا عزيزي، لما رجل تحت المملكه المتحده يتفائل عارف الموضوع كبير، وانا تفائلت. الحقيقه يا عزيزي ان سنه 1992 كانت سنه اقل ما يقال انها مخيبه للتوقعات، هي يمكن تكون اكتر سنه بتكرهها الملكه اليزابيث الثانيه، وصفتها انها سنه مروعه وعمرها ما تتذكرها بالخير ابدا. الوضع في البلد كان صعب، احداث عنف وشغب كتير كانت عماله تحصل، ده غير السيول اللي كانت مغرقه البلد، الامور الماليه كانت شديده السوء والضرايب زادت، حزب العمال خسر في الانتخابات، وحصل حريقه كبيره في قلعه وينسور، الحريقه استمرت 15 ساعه في واحده من اهم أعرق المباني الإنجليزية. الإعلام يا عزيزي كان مستبيح العائلة المالكة، خصوصا بعد حالتين طلاق لأبناء إليزابيث وإشاعات عن انفصال الأميرة ديانا والأمير تشارلز. كذلك يا عزيزي هذه الأجواء لم تكن مختلفة، لأن الفريق كان بيغرق، الناس قاعدة متضايقة وبتكسر الأزايز والكوبايات فوق بعض. مانشستر يونايتد خسر الدوري نسخة 91-92 من عدوه اللدود ليدز يونايتد، وهنا أليكس فيرجسون يواجه غضب شديد من الجماهير وشك جديد من الإدارة. احنا مش كنا ما صدقنا الموضوع بتاع وهنكسب خلاص وجايين؟ الكل بيسألوا يا عم أليكس، بقالنا 6 سنين على الوعد اللي انت وعدته، أين هي وعودك؟ فيرجسون يا عزيزي بيتجاهل كل هذا التخبيط وبيقول لهم الله يسامحكم، بياخد بعضه ويروح للكوتش إيريك هاريسون، فاكره مدرب فريق الشباب بتاع مانشستر يونايتد اللي روق عليه وقال له أزود لك كشافين وعامل لك أكاديمية وثلاث مرات اللي كان عندك قبل كده. ادخل على إيريك هاريسون اللي مش مركز معاه ولا كبران له، حتى أنت إيريك؟ فيرجسون بيقول له إيه يا عم إيريك؟ فريق الشباب اللي انت وعدتني تطلعهم لي، سايبك 6 سنين مع العيال ومستحمل مرازية العالم كله، أنا على آخري مستني أشوف الجيل الجديد فين؟ ما تفضحنيش قدام الجمهور والنبي. إيريك هاريسون بص له وقال له الشباب بره محتاجين يركزوا، خلال ايام عندهم نهائي كاس الشباب امام كريستال بالاس، وفريق الشباب ما كسبش البطوله دي من سنه 1964. فيرجسون قال له طب ما انا كسبتش الدوري من 67 يا اسطى احنا ضايعين. المهم يا عزيزي أليكس فيرجسون يسلم عليه ويقول له اتمنى لك يعني التوفيق في الماتش بتاعك يا عم إيريك، انا هاجي بنفسي خد بالك احضر النهائي في الاولد ترافورد ومع لعيبه الفريق الاول واعضاء مجلس الاداره كمان، ارجوك لاني مؤمن لازم الكل يتفرج على المشروع اللي احنا بداناه سوا لمستقبل هذا النادي. ها وبالفعل يوم 15 مايو
سنة 92 وعلى ملعب الأولد ترافورد أو مسرح الأحلام زي ما بيقول عليه بوب تشارلتون يشوفه أداء ولا أروع وفرص ضيعة وكأن هناك سيرك منصوب في الملعب. شباب مانشستر يونايتد أون فاير بيكتسحوا كريستال بالاس وبيكسبوا كاس إنجلترا للشباب بنتيجة كام؟ 6-3 مجموع الماتشين ذهاب وعودة. وأثناء احتفال الشباب بالكاس في أوضة اللبس يلاقوا مين بقى واقف منتظرهم وهما بيحتفلوا وعمال بيسقف لهم كده. لا عارف أنت السقفة بتاعت الرجل الغامض بيلاقوا عزيزي أليكس فيركس ويقول لهم إن أنتوا في هذه السنة التعيسة والكئيبة أحلى حاجة حصلت، في إشارة واضحة منه إنه ناوي يعمل باللعيبة دي ثورة جديدة. فيرجسون من قبل الماتش هو عارف اللعيبة المهيعنين اللي عايز يصعدهم، 6 لعيبة بريطانيين مغمورين شباب في مانشستر يونايتد، أصدقاء وقريبين لبعض وشبع بعض، بتجمعهم أكاديمية النادي. أولهم وأشهرهم بالنسبة لفيرجسون هو رايان جيجز، الطفل الويلزي اللي هو جابه بنفسه من أكاديمية مانشستر سيتي لما عرف إنه بيلعب معاهم وإنه مشجع لليونايتد. رايان جيجز جناح مش قوي جسمانيا، لعبه جد جدا، يحاول دايما يكون فعال مهاري بس مش لدرجة الاستعراض، عنده دايما حلول يقدر يوصل بيها للجون، بيعرف يلعب حلو مع زمايله وكمان يستغل سرعته وخفة جسمه في إنه يعدي واحد على واحد. جيجز بسبب تميزه كان أول واحد صعد للفريق الأول من جيله، كان قدوة ومصدر إلهام ليهم، طالما أنا لعبت فريق أول يبقى أنتوا كمان هتقدروا. أما تاني لاعب شاب عجب فيرجسون كان نيكي بات، نص الملعب المقاتل الفايتر اللي متعود على الضرب واللعب بخشونة، ولكنه طبعا عزيزي على المستوى الشخصي ما كانش حد بيقدر يهزر معاه ما عدا لاعب واحد بس، الطفل الكيوت خارج الملعب والمشاغب جدا داخل الملعب، بول سكولز. سكولز كان الاختيار الثالث لفيرجسون، كان عنده مهارة البساط والبينيات اللي يطلعها من رجله في أي مكان في الملعب وتوصل المكان اللي هو عايزه، كان بيعمل صواريخ باليستية لزملائه لدرجة إن هو كان يهزر مع نيكي بات بالكورة وكل ما يشوفه سرحان يقوم لعبها حتى لو كان في اخر الدنيا فتخبط في دماغه بقى يهزر معاه وينكش. سكولز شخصيه هاديه بملامح طفل بس دي عزيزي ليست طريقته خالص في الملعب. فيرجسون كان بيشبهه انه طفل هربان من المدرسه وجاي يلعب كوره، اللعبه كلها بتقرب من 6 ياردة وتخش منطقه الجزاء عايز يجيب جول، بس سكولز عارف ان السحر كله بره على حدود المنطقه وفي نص الملعب، الباص او الشوطه الصح تاني الماتش. كفايه اقول لك ان سكولز هو ملهم اعظم لعيبه الوسط من بعد زي تشافي وانيستا. اما اختيار فيرجسون من الشباب رابعا وخامسا فهم الاخوان نيفل، جاري وفيليب. جاري نيفل بيلعب مدافع يمين، الاخ الاكبر وكابتن فريق الشباب كانوا بيسموه انكل جاري. فيرجسون كان بيقول ان هو موظف مثالي اي مدير يتمناه، ليس موهوب ولكنه مجتهد ملتزم بالنظام اللي محطوط له لدرجه انه ساب دراسته عشان يبعد عن الحفلات والاصدقاء السوء اللي كان عارفهم من الدراسه، وكان يتجنب السهر والشرب. موظف خلع عزيز عشان يلتزم في كاريره ساب دراسته. واحد يقول لي يا ابو حميد بجد انا هعمل كده؟ عزيزي لما تبقى مراهق في مانشستر تحت أليكس فيرجسون ابقى سيب دراستك، انا بقول لك سيب دراستك. وعلى قد يا عزيزي ما حمايه جاري لاخوه الصغير فيليب ما كانت مهمه، الا ان فيليب نيفل كان دايما بيشتكي ان ارتباطه باخوه كان بيخليه دايما يعاني لانه كان دايما بيلعب في فئات عمريه هو اصغر منها، كان دايما يا عزيزي كمان الناس الكبار في الفريق يوبخوه وعيل صغير بقى. ولكن يا عزيزي هو لم يكن لعيب اي كلام، معدلات جاريه عاليه، كمان كان جوكر بيلعب في اي مكان في الملعب، خط النص دفاع تمام مش مشاكل، تلاقيه في كتير من مسيرته بيلعب باك ليفت وهو اصلا ايمن. وسواء يا عزيزي رايان جيجز او بول سكولز او نيكي بات او الاخوين نيفل، فكلهم يا عزيزي كانوا مشتركين في البيئه اللي جم منها، كلهم من عائلات بسيطه بتحاول تستثمر في موهبه اطفالها عشان يرتقوا اجتماعيا وينطوا السلم الاجتماعي ده. شباب صغير كل اللي حلمهم يلعبوا كوره من غير ما الجيران تطردهم في مكان واسع ونجيله. هم بقى اللاعب السادس اللي كان عاجب فيرجسون في هذا الجيل، جيل 92، فلم يكن يا عزيز شبههم خالص. عايز اديك فرصه عزيز تتوقع مين هو هذا اللاعب البريتي بوي القادم من حي فاخر في لندن، ديفيد بيكام او بيكس. بيكام يا عزيزي كان كل ما حد يشوفه يقول لك ده مش لاعب كوره، ده موديل اعلانات، ده جاي يونايتد يحلو عندنا، سايب العاصمه وجاي في الفلاحين في مانشستر يتصور صورتين ويمشي. ولكن يا عزيزي اكتشفوا ان هم امام مراهق استثنائي عارف تاريخ ناديهم احسن منهم كمان، وبيروح اوضه اللبس يلم هدوم اللعيبه الكبار وجزامهم، وده لان بيكام الاب عم بيكام كبير كان مشجع اصيل لمانشستر يونايتد وعاشق للسير بوب تشارلتون. لما زمان بيكام يا عزيزي شافوا طريقه لعب بيكام في الملعب اكتشفوا ان لعبه ما يقلش الشياكه عن شكله. بيكام جناح مش خشن ولا عنيف، ولكن عنده رجل يمين سحريه قادر يا عزيزي يجري الكوره اكتر ما هي اللي تجريه. الشباب السته دول بداوا بالتدريج يتمرنوا مع بعض ويتصعدوا للفريق الاول واحد ورا التاني. الجمهور لما سمع عنهم بدا يتفائل وتوقعوا اخيرا نسخه جديده من ابناء باسبي، هم دول اللي هيرجعوا لنا الحلم اللي حلمناه زمان، هم دول
الجيل الثالث من البازبي بيبيز. مفروض يا عزيزي الشباب دول دلوقتي يكونوا في اسعد لحظاتهم، ولكن هم على اعتاب ان هم يواجهوا تحدي كبير جدا. انت اولا محتاج تثبت موهبتك قدام اللعيبه القدام في الفريق قبل ما تثبتها قدام المنافسين، واللعيبه القدام مش كلهم هيوجهوك للصح، ده في منهم اللي هيضايقك وشايف فيه تحديد لمكانه. لكن انت لما تبقى بتعرف تسكويز وتجري وتعمل حركات احسن مني هسيبك عشان مصلحه الفريق؟ لا حبيبي، مصلحتي انا اولى. فبنشوف يا عزيزي هذا الحقد من الكبار الصغيرين، دول اللي هيبدلونا. وفعلا ده اللي حصل في 92، تنمر ومقالب ومضايقات من اللعيبه القدام. ده طبعا كان بيحصل في كل فريق تحت مسمى الهزار، بس واحد زي سكولز بيحكي ان هو عانى من هذا الموضوع بسبب شكله وجسمه القليل. الراجل ده كان ماده للتنمر. سكولز بيحكي عن الفتره دي بالم شديد، ان هم يا عزيزي احيانا كانوا بيحبسوه في شنط الهدوم الكبيره. مره يا عزيزي حطوه في مجفف مغسله قديم. مش دي المشكله، عادي يا عزيزي بندخل كاطفال جوه الغساله ونعمل وكده. المشكله يا عزيزي ان هم شغلوا الغساله. والله يا عزيزي لو مصيري هيبقى مصير سكولز دلوقتي حطوني في المايكرويف. ولكن يا عزيزي زي ما توقعت سكولز كان بيعاني جدا وقتها، وجاله في هذه الحادثه بانيك اتاك، ويقال انه من بعد اليوم ده وعنده مشكله في التنفس فضلت مكمله معاه باقي المسيره. ولكن على حسب كلام بقيه الشباب فالمواقف دي خلتهم اقوى في الشخصيه وقربتهم لبعض اكتر. بيكهام قال ان من مميزات جيل 92 ان هم لما كبروا وقفوا هذه التقاليد في يونايتد تماما، والشباب بدل ما كان بيتم التنمر عليهم والسخريه منهم كان بيتم احتوائهم، لان الجيل ده كان اكتر جيل حس بالتاثير النفسي للتنمر. ولكن يا عزيزي ده لم يكن اخطر عدو. تحدي الحقيقه يا عزيزي هو ان انت تثق في نفسك امام جمهور غاشم غاضب متوقع منك الكثير. لازم تدرك موهبتك وتتصرف على اساسها. للاسف يا عزيزي ليس هناك رحمه، جماهير ما بترحمش، واحنا كجيل 92 امام مسؤوليه كبيره قوي دلوقتي ان احنا نكون النسخه الثالثه من ابناء مات باسبي. كل واحد فينا له ستايل لعب وشخصيه غير التاني، كل واحد فينا محتاج تعامل غير التاني. وهنا يا عزيزي يجي دور المدير الفني جوه الملعب بره الملعب. داني بويل المخرج الشهير الحائز على جائزه الاوسكار عن فيلم سلامدج مليونير بيقول عن مدينته مانشستر انها كانت مدينه مهمله انتزعت اهتمام الجميع والحكومه عن طريق الترفيه، قدرت تجذب انجلترا والعالم ليها. مانشستر عزيزي لم يكن هناك فيها غير حاجتين، الحفلات الغنائيه وماتشات الكوره. تتفرج على الماتش بالنهار وبعدها تروح تحتفل وتسهر بالليل. حلو قوي الكلام ده، لازم مش حلو. لو انت لعيب كوره في مانشستر يونايتد فده مش حلو، لازم تلتزم. مفيش حاجه اسمها حفلات وسهر، مش مارادونا. وده اللي خلى فيرجسون يعمل مع جيجس وزمايله من اللعيبه التانيين موقف غريب، لما راح بنفسه واقتحم بيت معمول فيه حفله لانه عارف ان راين جيجس وكام لعيب سهرانين جوه. جيجس عزيزي بيحكي عن هذه اللحظه في الوثائقي كلاس اوف 92 جيل 92، انه عزيزي شاف منظر غريب قدامه، الناس بتهرب من الحفله واللعيبه بتستخبى في الدواليب ولا واحده بتنط من الشباك، وفيرجسون دخل وطرد كل الناس من البيت. هو فين راين جيجس؟ فين اللي سبقته جاي يلعب في مانشستر؟ ومسك جيجز زي الفنان توفيق عبد الحميد في فيلم حلم العمر، ومسك فيه وهاتك يا زعيق. لو انت جيت من ويلز عشان تسهر وتحتفل فانت ممكن ترجع دلوقتي، والدتك تعبت عشان تربيك لوحدها. الحياه ما بتديش الناس فرص، فانت لازم تحترم ان انت عندك فرصه انك بتلعب في مانشستر يونايتد. عمرك يا حبيبي في الملعب مش كبير، وانا مش طالب منك في حياتك دي كلها غير 15 سنه بس تكون ملتزم فيها. انا بديك فرصه ان انت تبقى غني ومشهور وليك ارث حقيقي وراك، مش طالب منك غير انك تركز معايا. عايز تنبسط من غير ما تتعب؟ يلا كمل حفلتك. جيجز يا عزيزي بيقول ان اليوم ده غير عقليته تماما، وكقدوه للجيل بتاعه سحب وراه كل شباب الاكاديميه. كل عزيزي بقى فاهم ومحترم دماغ اليكس فيرجسون كويس قوي، وهو برده بدا يفهم احتياجات الفريق وركز انه يكسب اول موسم من الدوري الانجليزي بمسمى الجديد ذا انجلش بريمير ليج. بدا يا عزيزي هذا الموسم بصفقه اسطوريه لما اليكس فيرجسون اشترى المهاجم الفرنسي المجنون اريك كانتونا الملك كينج كانتونا. اشتراه من ليدز يونايتد بمليون جنيه استرليني، وقبلها بسنة كان اشترى الحارس الدنماركي بيتر شمايكل، وبدا يطعم بقى ويحط الوصفه بتاعته من شباب فريق 92. شويه شويه الفريق بدا يقدم نتائج ممتازه، واخيرا يا عزيزي وبعد صراعات وخلافات ومفيش احتفالات ومفيش فرحه ومفيش رقص ومفيش شرب وجهد وتعب ومجهود ونقد استمر لسنين لهذا المدرب، اخيرا يا عزيزي بطوله الدوري الانجليزي بترجع للاولد ترافورد بعد غياب حوالي 25 سنه. اليكس فيرجسون خد الموضوع بجديه اكتر، وبدأ يبني على نجاح الموسم اللي فات، ويخش موسم 93-94 وهو حاطط رجل على رجل، ويجبر الإدارة تعلي له مرتبه وتعمل له الصفقات اللي هو عايزها. واشترى عزيزي وقتها أسطورة نص الملعب روي كين ب4 مليون استرليني. طب تخيل يا عزيزي روي كين وإيريك كانتونا مش مكملين 5 مليون جنيه استرليني. ولكن يا عزيزي بتيجي المفاجأة ويأتي الخبر السيء، وهو فرض الاتحاد الأوروبي أو اليويفا قانون غريب ممنوع يا شباب نجيب لعيب
لعيبه محترفين من بره اكتر من عدد معين. قانون ده عزيزي كان ساري على دوري ابطال اوروبا. طبعا الكلام ده في مانشستر يونايتد بيعتبر كارثه. ده نادي قائم على فلسفه الاحتراف. هنا فيرجسون يبدا يستعين بالست شباب بتوعه الانجليز اللي محليين كبدلاء وكعناصر مساعده عشان يكسب يا عزيزي لتاني مره الدوري الانجليزي ورا بعض. وقبل يا عزيزي بدايه موسم 95 تحصل مفاجاه خير يا رب. فيرجسون يقرر يستغنى عن لاعبين كبار من الفريق الاول، مارك هيوز وبول إنس واندري كانشلسكيس. ثلاث اسامي يا عزيزي اتقل من بعض. طبعا يا عزيزي الاداره والاعلام والجمهور والواحد اللي معدي كده ضغطوا على فيرجسون انه يشتري لعيبه تانيين. احنا يا اسطى اللي بنقول لك اشتري، ولكنه قرر في جرأه غريبة يعتمد على جيل 92 كعناصر أساسية مجرد عوامل مساعدة وبدلاء بدون أي تمهيد لأي حد. طبعا يا عزيزي الشباب الصغير تفاجئ. طبعا النقد بيزيد بعد ما يلعبوا أول ماتش ليهم ويخسروا 3-0. يا عم مدرب أنت فاشل أنت، جاي شوية لعيبة عيال تلعبهم وعايزنا نكسب بيهم، أنت فاكر نفسك مين؟ ساعتها عزيزي طبعا اللعيبة بتتأثر، بيحسوا إن هما خذلوا ثقة أليكس فيرجسون اللي الناس نازلة عليه هري ونقد. عندك مثلا المحلل واللاعب الاسكتلندي السابق ألين هانسون في برنامجه الشهير ماتش اوف ذا دي قال وقتها ازاي فيرجسون هيكمل السيزون بهذا الفريق، لازم يشتري لعيبه كبار عندهم خبره، ما ينفعش تبقى بطل بشويه عيال. وده اللي اليكس بعد سنين رد عليه بتصريح وقال شويه العيال اتكلم عنهم دول ما بيخافوش، ما عندهمش حسابات، ما عندهمش تاريخ يعطلهم ويأسرهم، بينزلوا وزي الاطفال بينبسطوا يستمتعوا، وانا مش طالب منهم اكتر من كده. ولما تكسب دوريين ورا بعض بتعالى اتكلم. فيرجسون كان بيقول ان هو مش بس بيراهن على حماس جي 92، ده كان بيستفز كمان كباتن الكره الكبار في الفرقه، الناس اللي شبعت جاب لهم شويه عيال صغيرين اقل خبره بس اكثر شغف، جعانين عيال جعانه. وهنا عزيزي يبدا كل جيل يباصي للتاني اللي ناقصه، الخبره يدوا من خبرته والمتحمسين يدوا من حماسه. لعيبه زي ايريك كانتونا وروكين حسوا بالشغف تاني وبداوا يحاولوا يبقوا قدوه للجيل الصغير ده. صحيح موسم 95 ما كسبوش الدوري وخسروا نهائي الكاس قدام ايفرتون، ولكنها كانت خبرات مهمه وضروريه. جيل 92 مع الوقت ابتدى يكبر وينضج. على حسب كلام بيكهام ما كانش فيه غيره بين الشباب والكبار في الفتره دي، وده عزيزي غريب ولكنه مش غريب على مدير عبقري زي اليكس فيرجسون اللي كان بيتعامل كانه اب فاهم نفسيه ولاده وقادر يخليهم يشتغلوا مع بعض لهدف اكبر واسمى. جاري نيفل مثلا كان بيحكي ان اليكس كان هيقعده اكتر من ماتش على الدكه، فقال له يا نيفل عايزك تركز على ماتش جاي لنا بعد اسبوعين. نيفل حسبها وقال له يا ريس انا كده هقعد 4 ماتشات. فيرجسون قال له لا مش هقعد على الدكه 4 ماتشات، انت هتقعد تركز طول هذه الفتره على الماتش اللي بعد اسبوعين. مره تانية كان ممكن يقولها اللاعب بيفيه زي ما مره قال سكولز احنا هنلعب العصر وانت مواطن انجليزي ابيض بشرتك حساسه للشمس فريح. طب يا ريس احط صن بلوك والعب، هو انت فاكرني خايف على بشرتك بجد؟ ومره تانية عزيزي قال لي بط احنا بنلعب في شمس وانت بتلعب حلو في المطر. انا متفائل بيك والدنيا مطينه اريح. فيرجسون كمان يا عزيزي كان مفاوض شاطر وقدر يمضي اغلب اللعيبه اللي هو كان عايزهم، وعلى حسب كلامه فالمهاره دي اتعلمها من اسكتلندا وتحديدا من احد كشافي نادي ابردين. اليكس كان مستني كشاف اللعيبه ده يمضي له مع ناشئ مهم، فلا الراجل ساب الناشئ يلعب في الملعب مع اصحابه ما تفاوضش معاه اصلا، وقاعد يا عزيزي مع ام الناشئ وعمالين يهروا ايه بقى الاسعار، ايه الواد ما عادش بيذاكر، كل حاجه مع الام. ام يا عزيزي فيرجسون يلاقي الكشاف بيتكلم مع الام وسايب الولد التالنت الموهبه وراح يتكلم مع الام، قال له خرب بيت ام ركز يا عم في التالنت. قام قال له يا عم اليكس الناشئ لا يملك قراره في هذه المرحله العمريه، امه هي اللي هتحركه، هي اللي هتقول له امضي يلا يا حبيبي الواد بيلعب كوره مشغول مش مركز. عشان فعلا يا عزيزي بعدها بساعه تلاقي ام الناشئ راحت لابنها وخدته بين وسط اللعب وقالت له امضي هنا. ليه؟ عشان هي ارتاحت للكشاف. تلاقي يا عزيزي بقى حد زي عادل القيعي الكونتاكت ليست بتاعت اللعيبه اللي بيجيبها كلها جروب ماميز. خد بالك دي القوه الناعمه فعلا، قوه الغشيمه دي ده اي كلام، سيبهم يلعبوا كوره، سيبهم يقعدوا على القهوه، دول فاكرين نفسهم بقياديين وبيعملوا قرارات، ولكن ماما هي اللي ماسكه الدراع. فيرجسون يا عزيزي عمل ده مع بيكهام اللي كان متصيط ومن هو عنده 12 سنه، كل الانديه عايزه تمضي مع الطفل المعجزه ده، بس فيرجسون يا عزيزي ما كانش يكلم الولد في الامضاء خالص، كان يا عزيزي يبعت له هدايا باسم النادي كل سنه، تيشرتات ادوات تشجيع حاجات عليها اللوجو، احنا مهتمين بديفيد ابننا مش ديفيد بيكهام، احنا مشتريش لاعب، احنا مشتري انسان. فعلا عزيزي الحركه دي كانت واحده من الاسباب اللي خلت بيكهام يروح الاكاديميه. فيرجسون كمان كان شاطر انه يكتشف المواهب حتى لو كانوا مش من ولاد النادي، شفنا الكلام ده مع لعيبه كتير زي روني ورونالدو وفيديتش وكاريك وباتريس افرا، دخلوا النادي بسعر معين وبقيمه معينه وخرجوا منها ب 200 مليون دولار. اليكس فيرجسون يا عزيزي بيقول في كتابه ليدنج ان الاداره هي فن التوازن بين الاستماع والتعلم والقياده. افتكر دي يا عزيزي كويس قوي، لان القائد الجيد بينفذ، ولكن من صفاته المهمه جدا هي الاستماع
استماع مش ان احنا نهير، ان احنا نلسن. ما الفرق يعني؟ الراجل ده عزيزي كان حاطط سيستم اداري ممتاز لاداره اللعيبه دي كلها، من اول طريقه لبسهم قبل الماتشات اللي بتعبر عن ادراكهم للمكان اللي هم فيه، لحد رواتب اللعيبه اللي كان متحكم فيها بصرامه، وكان شارط على الاداره ان مفيش مرتب لعيب هيكون اعلى من مرتبه، مفيش لاعب هيكون اكبر من النادي، اهم حاجه الانضباط والسيستم. في نفس الوقت ده عزيزي ما كانش بيجعله راجل قاسي دايما، لا، كان اوقات بيقدم الدعم لو طلب منه هذا الدعم. مثلا لما المهاجم ايريك كانتونا ضرب مشجع من كريستال بالاس بركله الكونج في وش شهيره وتوقف 9 شهور كامله، فيرجسون وقف جنب كانتونا في عز الهجوم الاعلامي عليه، بيقولوا لعيبته في اوضه اللبس وبيحاسبهم، بس مستحيل يسلمهم لا الاعلام ولا الجمهور. كمان يا عزيزي فيرجسون ما عندوش حاجه اسمها لعيب موهوب وخلاص، لازم يعدي من اختبار اللياقه البدنيه ويكون موهوب وملتزم. ما كانش بيسمح ان يكون في مجال لصداقه بينه وبين اللعيبه. يعني مثلا لما كابتن الفريق كين طلع انتقد مستوى زمايله، فيرجسون حس ان المركب هنا بقالها رئيسين، وبالرغم من حبه الشديد لروي كين الا انه استغنى عنه، لان كان مهم يوصل رساله لبقيه اللعيبه، محدش اكبر من النادي، وقال ان كلمه السر في نجاحه هي جمله جود جوب. الجمله دي يا عزيزي بتعرف اللاعب انه كويس بس مش كافي لسه. كان دايما يا عزيزي كمان بيتاكد ان اللعيبه نسيت الموسم اللي فات، لانه سواء كان موسم موفق وكسبه او غير موفق وخسره، في كل الاحوال ده موسم فات، عايزين نركز على اللي جاي. وقال كمان انه لازم يكون حاضر بره التمرين زي ما هو حاضر جوه التمرين، وانه يجب ان يكون على درايه بلاعيبته، كويسه جدا، عارف نشأتهم، عارف جايين منين، عارف عايزين ايه، عارف بيحلموا بايه، فاهمهم. فيرجسون يا عزيزي كان حافظ كل اسامي العاملين بالنادي وبعض اهالي اللعيبه وظروفهم. كريستيانو رونالدو اللاعب المشهور كان بيحكي انه ما ينساش ابدا لأليكس فيرجسون لما كان عنده ماتش مهم جدا في دوري الابطال، بس ابوه كان تعبان في المستشفى. فيرجسون قام قايل له شوف هو راجل قاسي وعايز يكسب وعايز يحافظ على مكانه، قال له لا، العيله ما تعوضش، دوري يتعوض، كاس يتعوض، تم بعيلتك. عشان كده كان احيانا يستثني كانتونا من القواعد دي، لانه عارف ان دي طبيعه شخصيته، فهمه لهذا الكاركتر، دي طبيعه شخصيته، هو مجنون. خبرته يا عزيزي الكبيره في الاداره اللي احنا شفناها دي خلته مستشار لرجال اعمال ومدربين العاب تانية. تخيل يا عزيزي ان توني بلير رئيس وزراء بريطانيا لمده 10 سنين صرح انه كان بيستشير أليكس فيرجسون ومدرب الكوره في الاداره، وازاي يقدر يتعامل مع الفريق اللي تحته وعلى المستوى الفني، فحدث ولا حرج. فيرجسون يا عزيزي قعد 39 سنه من حياته مدرب كوره، من 74 ل 2013. تخيل يا عزيزي عصر كام جيل من اللعيبه، وكم مره شكل وخطط الكوره اتطورت فيها. الراجل ده لعب ضد اجيال كتير من المنافسين، من اول الفريدو دي ستيفانو شخصيا، مرورا بارسن فينجر وموريدي ومانشيني، ونهايه بانشيلوتي وجوارديولا. تخيل يا عزيزي تعدي على كل دول على مر الاجيال. كمان يا عزيزي كان بيهتم بالحصه التدريبيه جدا. هدف بيكهام الشهير في ويمبلدون من نص الملعب، بيكهام يا عزيزي كان مدرب عليه فعلا. روني وجيجز ورونالدو كانوا متميزين في الفاولات، فكانوا بيتمرنوا عليها برضه. في الوثائقي سيكريتس اوف سكسس بيقول أليكس فيرجسون انه كان بيلهم لعيبته بشكل سرب الطيور، كان معجب بيهم وهم وحده واحده طايرين مع بعض، عاملين شكل حرفين في جوه بعض، لو طائر بعد اتنين بيروحوا يجيبوه، الكل بيساعد بعضه، يبدلوا اماكنهم بمنتهى النشاط. كان بيفرج اللعيبه على شكل الطيور دي كل ما بيعدوا من فوق الملعب، ويقول لهم الطيور دي سافرت 4000 ميل، الطيور دي جاية من كندا عشان يشوفوا شوية شمس، أنا مش طالب منكم تروحوا كندا، أنا طالب منكم تكسبوا 38 ماتش وتجيبوا لي الدوري، مهمتكم أسهل من مهمة الطيور. تمر يا عزيزي المواسم وكرة القدم تتطور أكتر وتحصل على شعبية أكبر حوالين العالم، ونوصل لسنة 1999، سنة الحزم. يونايتد طالع سنة 98 وهو حزين، لأن أرسنال حقق الثنائية المحلية دوري وكاس، ولازم اليونايتد يرد بإنجاز أعلى من ده عشان يظهر قدام الجيل ده التحدي الأكبر، الفوز بالدوري والكاس ودوري ابطال اوروبا، ذا ماجيك تريبل. عزيزي احنا دلوقتي يوم 26 مايو سنة 1999 في ملعب معروف بالكامب نو، دلوقتي احنا في اخر ماتش لليونايتد هذا الموسم، نهائي دوري ابطال اوروبا قدام العملاق الالماني بايرن ميونخ، وتحديدا في الدقيقه 90 في اخر لحظات الماتش. النتيجه 1-0 للبايرن البافاري اللي هو كمان بيحلم بتحقيق ثلاثيه. ميونخ عماله تضيع في اهداف قدام جون اليونايتد، عينها على منصه التتويج. فيرجسون فاتح الملعب وبيلعب باربع مهاجمين دلوقتي، كده كده هو خسران 1-0 زي 5-0. هاجم بكل ما عندك، مفيش حاجه تحميها، انت صفر يا صابت يا اتنين عور. أليكس ما كانش عارف بعد الماتش ده هيقول للاعيبته ويقول لجمهوره ايه، هيتكلم معاهم ازاي. احنا بهذه النتيجه ضيعنا انجاز عمرنا خلاص، احنا كنا على وشك نكسب بطوله غايبه عن النادي من 30 سنه، اول ثلاثيه في تاريخ النادي كله، بعد سنه صعبه وطويله وبدات بمشاكل اداريه وتغييرات في الجهاز الفني واشاعات برحيل فيرجسون عشان يمرر منتخب انجلترا، ده غير طبعا اعتزال كانتونا وشمايكل اللي هيمشي اخر الموسم ده. حرام
البطوله دي تضيع مننا بعد مشوار صعب قابلنا فيه برشلونه والانتر واليوفنتوس وخسرنا روي كين اللي اتصاب قبل النهائي وبعد دوري ما عرفناش نحسمه غير في اخر ماتش قصاد توتنهام وكسبناهم بعد ما كنا متاخرين في النتيجه وبعد كاس عدينا فيه بملحمه قصاد ليفربول الغريم بنفس السيناريو كنا متاخرين وخسرانين ورجعنا وماتش نهائي الكاس اللي اهداه بول سكولز لينا قبل ما يغيب برضو عن ماتش بايرن عشان الايقاف في الموسم ده يا عزيزي مش بس اللعيبه اللي اتطورت شخصيه فيرجسون كمان اتغيرت بقى افضل في التصريحات بتاعته وبيعرف يصدر الضغط جوه وبره الملعب عنده بديل واستعداد لكل شيء ممكن يحصل جاب نيكي بات من عرف واعتمد عليه عشان يسد خط النص اللي سايبه سكولز وروكين ولكن يا عزيزي احنا في الدقيقه 90 وكل شيء على وشك النهايه كل الحلم والتعب والمجهود على وشك انه يصبح ملوش اي لازمه 100,000 متفرج يا عزيزي كانوا عارفين الماتش خلص خلاص وان خلاص نلحق نمشي بدري عشان ما نخرجش في الزحمه جمهور اليونايتد يا عزيزي عارف كويس قوي ان ده السيناريو المفضل لعبته 1-0 نرجع بيها ل2-1 ونكسب وحصل قبل كده بس على ما يبدو ان هذه المره الحظ مش معانا الكوره مش عايزانا بايرن بتلعب حلو دي يا عزيزي 90 والحكم الايطالي المعروف كولينا بيحسب 3 دقايق بس وقت بدل الضايع واثناء ما اليكس فيرجسون فكر انه يشاور على الساعه بتاعته بحركه الفيرجي تايم الشهيره بتاعته دي يعمل كده عشان يطلب وقت زياده حركه مشهوره تروح يا عزيزي كره على الشمال لجاري نيفل ابيه بيقدر ياخد منها كورنر بيتر شمايكل الحارس المجنون اتقدم عشان يشارك في العرضيه وبقى في منطقه جزاء بايرن ميونخ خلاص ما بقاش في حاجه نخسرها حتى الحارس اللي بيحمي الجون بتاعنا بقى مهاجم اول ان دي اخر سنه لشمايكل في اليونايتد وعايز يمشي منها رافع راسه فيرجسون يا عزيزي في الوثائقي بتاع كلاس اوف 92 بيقول على اللحظه دي ان مخه ما كانش في الملعب خلاص فاضل 180 ثانيه والماتش يخلص وفريقي خسران 1 الكاس اللي مشيت له طريق طويل هشوفه في لحظة التتويج بس مش هقدر المسه بدا يا عزيزي يفكر ازاي يهون الخساره على لعيبته حتى هو بدا يفقد الامل بدا يفكر هيقول لهم ايه هيطبطب عليهم ازاي هيخليهم ينسوا ايه ده كون صمت يا عزيزي بيفضل موجود ومغطي على الملعب لاجزاء من الثانيه وبعدها يتحول كل شيء لصراخ هستيري ديفيد بيكهام رفع الكورنر وهو مركز على راس شمايكل اطول واحد في المنطقه لكن الكوره بتقع وبتنتقل لكذا لاعب لحد ما توصل لراين جيجز اللي بيوصلها لتيدي شيرينغهام المهاجم اللي نزل بديل عشان تدخل في مرمى اوليفر كان لحظه صمت وعدم تصديق هدف التعادل يا ممكن يا عزيز تسمع صوت انفاس اللعيبه والمدرجات فجاه عزيز يتهز الكامب نو والاعلام الحمراء تبقى في كل مكان في الملعب وساعد فيرجسون ستيف ماكلارين راح وقال له احنا محتاجين نقفل الملعب نزلنا مهاجمين كتير عشان نجيب جون دلوقتي محتاجين نرجع ورا ونخطط هنعمل ايه في الاشواط الاضافيه لكن فيرجسون قال له لا الماتش خلص وبايرن ميونخ انتهت النهارده وعارف كويس قوي يا عزيز ايه اللي بيحصل في النفسيه بعد هذه النوعيه من الاهداف ده الفرج تايم الوقت اللي بعرف ارجع فيه كل مره مع اللعيبه دي عزيز ستيف انها لحظات هاربه من ليله عوده اباردين امام بايرن ميونخ مساعد يا عزيزي كان لسه صغير ما كانش فاهم اليكس يقصد ايه لحد ما لمح بيكهام واقف عند رايت الكورنر كل اشياء جميله يا عزيزي تبدا من اقدام ديفيد بيكهام كضربه ركنيه في اخر ثواني من الماتش من نهائي دوري ابطال اوروبا الكره تنزل لتيدي شينجهام تاني اللي كان بيحلم ان اسمه يتخلد كبطل لهذه الموقعه يبقى جاب جونين ولكن يا عزيزي الكره عادله وقالت له تيدي ده مش انجازك لوحدك يا اخي مش جبت جون خلاص بقى ده انجاز النادي كله وهنا تخرج الكوره من راس تيدي لرجل السفاح النرويجي القاتل المبتسم اولي جونر سوليتشاير اللي بيسجل الهدف الثاني في اخر ثواني المباراه ده يا عزيزي ما كانش في الشوط الاضافي اللي بحكيهولك كله ده الجونين جم في 3 دقايق اخر 3 دقايق في الماتش في ناس يا عزيزي اتولد حبها لمانشستر يونايتد وفضل مستمر لحد النهارده بسبب هذه المباراه الماتش ده بس 3 دقايق دول بس المباراه طبعا يا عزيزي الملعب باسكتش كله دخل في حاله من الجنون ونشوه الفوز شوايكل بيتشقلب مع نفسه عند الجول وبقيه اللعيبه بيحتفل ولا كانه انتصار انجلترا في الحرب العالميه الثانيه الكل بيحضن وبيرقص وبيحتفل على الناحيه الثانيه لعيبه الباير تم قصفهم بنووي محدش مصدق ايه اللي بيحصل ده يا عزيزي أسوأ سيناريو ممكن تخسر فيه في حياتك حلم الذهب والثلاثيه والنجم كل ده يا عزيزي راح بعد 90 دقيقه انت كنت منتصر وقبل الوقت الاضافي 3 دقايق احنا من 3 دقايق بس كنا ابطال اوروبا كنا جيل ذهبي اليكس فيرجسون يا عزيزي بيقول على هذه اللحظه كان الله اشار علي حينها وقال لي هذه هي لحظتك يا اليكس هي دي طبعا يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان الحكم بيطلق صفاره النهايه والكل يكمل احتفال من تاني أليكس قلع نظارته عشان ما تتكسرش من كتر الفرحة والتنطيط وعينه كان كلها تأمل في الست شباب اللي هو بيحبهم اللي هو رباهم محدش فيهم خد اللقطة النهاردة ولا حتى حد جاب جون هم لعبوا زي ما بيلعبوا دايما عيال صغيرة ما
وتتبسط، محدش فيهم مستسلم، وده ببساطه اللي مطلوب، الفوز. فيرجسون يا عزيزي ساب اللعيبه والاحتفالات كلها وراح ناحيه الجمهور، حط ايده على عينه عشان يعرف يبص كويس، وبدا يدور على اهم شخص وسط ال 100 الف بني ادم دول. مين؟ كافي. ويرس كافي؟ فيرجسون يا عزيزي كان بيدور على مراته اللي عاشت معاه الرحله كامله عشان يرفع لها ايده وهو بيضحك. زوجك اليكس انتصر في جميع معاركه اليوم. زوجك أليكس في هذه اللحظة هو أفضل مدرب في العالم، بطل إنجلترا وبطل أوروبا وبطل كل شيء. زوجتي العزيزة كافي بعض الأحلام تتحقق. في لقاء عملته سكاي سبورتس مع أليكس فيرجسون اللي أصبح يا عزيزي السير أليكس فيرجسون بعد ثلاثية 1999. مذيع سكاي سأله سؤال صعبان، قال له في رأيك مين أحسن لاعب دلوقتي؟ هل هو كريستيانو رونالدو ولا ليونيل ميسي؟ الحقيقة عزيزي السير أليكس رد صعباني أيضا، وقعد يراوغه في الإجابة، قال له هما الاتنين بقالهم في التوب ليفل سنين. قال له عزيزي ده حلو في حاجات وده حلو في حاجات، ده طيب شوية ده حنين شوية، يعني الاتنين كل واحد له مميزاته وله الشكل. المذيع زنق وقال له يا راجل يا طيب جاوب على السؤال، بلاش الاساليب دي، اسالك سؤال دايركت، جاوبني بشكل دايركت، رونالدو ام ميسي؟ فيرجسون يا عزيزي ابتسم وقال جمله بشوفها بتلخص مسيره فيرجسون مع مانشستر يونايتد وبتشرح علاقته باللعيبه بتاعته. فيرجسون قال له رونالدو از ماي بوي، رونالدو ده ابني، اكيد انا شايفه احسن، انا جبته ان هو عيل صغير في سبورتنج لشبونه في البرتغال، دخل النادي عندي شاب، خرج من عندي اسطوره، احسن لاعب في العالم. نفس الكلام ده عزيزي بينطبق على بيكهام والحادثه بتاعته الشهيرة، لما في مرة فيرجسون اتعصب عليه في أوضة اللبس بسبب سوء أدائه في الملعب، فقام حادف عليه جزمة كورة فتح بيها حجبه. موقف زي ده يا عزيزي بالرغم إنه كارثي ومش صح وغلط وإساءة ومش بروفيشنال ومستحيل كان يعدي في الوقت ده، إلا إنه عدى وقتها، لأن دي يا عزيزي لم تكن علاقة مدرب بلاعب كورة، دي كانت علاقة أب بابنه، بما فيها كويس زي اللي حكيناه تقريبا طول الحلقة، وفيها الوحش الأذى زي الموقف ده. إحنا دلوقتي يا عزيزي بقينا بنتكلم على كورة مختلفة، الكورة اللي ماشية دلوقتي كورة مختلفة، المدربين ما عادوش بيقعدوا عدد السنين الكبير ده في نادي واحد. ما عادوش المدربين بيحضروا مسيرة لعيبة كاملة، اللعيبة بقت محترفة أكتر وكل لاعب عنده وكيل أعمال بيتكلم بداله، ما عادش فيه أمهات بالنيجوشيات الديلز معاهم، كل لاعب أصبح عنده فريق متخصص شغال عليه هو بس. مساحة كلامه وتعامله مع المدير الفني أقل بكتير. لعيبة زي جاري نيفل وبول سكولز ما يعرفوش مدربين تانيين في حياتهم، ما حدش مرنهم طول مسيرتهم في الأندية غير أليكس فيرجسون. عشان كده عزيزي بيكهام تجاوز الموقف اللي كان له في حق، واعتبر إن السير أليكس ما ضربوش، وده نقدر نفسره بسبب الارتباط الأبوي. فيرجسون يا عزيزي بيقول عن جيل 92 ما كانش سهل ابدا عليا كأب، عشت معاهم مراحلهم كلها، شفتهم بيكبروا قدام عينيا، اني اشوف لحظه رحيلهم عن النادي، بل الاصعب اني احيانا بكون صاحب القرار ده ان هم يمشوا واحد ورا الثاني. مستحيل كنت اتخيل ان هقدر اقضي اكتر من 20 سنه بنفس المكان، بس دول ولادي هم اللي ساعدوني. علاقه السير أليكس مع جيل 92 ما حصلتش بالجوده الكرويه دي قبل كده، ويمكن ما تحصلش بالقرب او العمق الانساني ده بعد كده، لان الكوره بقت بيزنس. في نهايه قصتنا الطويله والدراميه دي عزيزي بيعتزل أليكس فيرجسون بعد ما حقق وعد مهم قوي قلته لك في اول الحلقه لو تفتكره، كان كل الناس كانت شايفاه حلم لا يمكن يحصل من مدرب لسه جاي جديد، ان عندي احلام وامال وقدره على تحقيق تاريخ وهمي اكسب بيه انا للناس ان هم يشجعوني ويثقوا فيا. الحلم ده عزيزي بيتحقق. أليكس فيرجسون بعد 26 سنة تدريب لنادي مانشستر يونايتد بيحطم رقم ليفربول المحلي ويخلي حصيلة ألقاب نادي مانشستر يونايتد 20 بريمير ليج. 20 يا عزيزي. أليكس فيرجسون يا عزيزي من 26 سنة تدريب كسب 13 دوري، نص الوقت اللي كان هذا المدرب فيه كان بيكسب اهم دوري في العالم واصعب دوري في العالم. وجيل 92 اللي اتكلمنا عنه بيتحول لواحد من اعظم اجيال الكوره، خدهم من هم اطفال صغيرين بيحلموا يلعبوا في اي مكان للنجوم، كل واحد فيهم واقف على قمه نجاحه والجمهور كله بيحبه. صحيح ان هم ما بقوش ابناء جيل باسبي الثالث اللي الجمهور كان بيحلم يشوفهم فيه، بس بقى يا عزيزي حاجه مهمه وعظيمه، بقوا كلاس اوف 92 وحققوا يا عزيزي الثلاثيه التاريخيه، زي ما انت هتحقق ثلاثيه احسن بكتير. ايه يا ابو حميد، انت شوف الحلقات الفيديو في الحلقات اللي جايه وتنزل تبص على المصادر. بقول لك يا عزيزي مش عايز تحقق رباعيه وتنزل تشترك في القناه. انت عارف يا عزيزي لما حد كان يقول لي بول سكولز انت لعبك وحش كان بيقول له ايه؟ كان بيقول له انا انضف واحد في الفرقه والغساله تشهد.